السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم باش ندير كبسه تاع السعوديه، ندير هذه المرميطه هذه و اربع مغارف ولا خمسه تاع زيت الزيتون. ندير ماس تاع دجاج، نطلع شويه هذا الدجاج هذا، نزيد حبه بصله نقطعها مع الفرقاك، نزيد نقليها ثاني، من بعد نزيد الطماط. كي تقلات شويه البصله هذه نزيد نص مغرفه طماطم، طماطم تاع طماطم تاع البارك. ونزيد زوج حبات طماطم ولا حبه كبيره ملحيه، عود تاع قرفه ولا نص ربع مغرفه صغيره تاع قرفه بود، مغرفه صغيره تاع زنجبيل، ربع مغرفه رند، ربع مغرفه صغيره بودر رند ولا ورقه تستندر من الاول، نص مغرفه كركم، نص مغرفه صغيره كركم، نص مغرفه كمون، نص مغرفه كبيره كزبر ملحي، مغرفه ثم ملحي، مغرفه صغيره نخلط. نورمال ندير القرص، انا نسيت ما شريتش، ما عنديش نورمال رش، نعصر نص حبه، مغرفه كبيره ماهيش معمره مليح ملح، نص مغرفه صغيره فلفل كحل نخلط. خليته هكذا تقلى مليح، درك نحي الدجاج هذاك درك يكون بريسك قريب يطيب. هذا درك كنا نديرو في البلاطو ونرش عليه شويه فلفل كحل ونديرو في الفوري حمار وسيتو. وهاد لاصوص هذه نزيد لها شويه ماء، شويه حق كاس ولا كاس ونص. بعد نفرغ زوج كيسان نتاع روز بسمتي كان مشمخ، كان في الماء مشمخ عنده بالك 20 دقيقه، مغسول مليح ومشمخ في الماء. نخلطو هكذا مليح، ومن بعد نقص لها نقص للنار، النار تكون هادئه ونسكر عليه ونفيريفي حتى نشوف الماء هذاك خلاص معناتها طاب ونقص. هكذا هي طابت طابت الكبسه. نديرها في البلا هذا، استغفر الله.